السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا فيديو اليوم هو مقارنة بسيطة عن تصرفات او شنو اللي تنطيه الحكومة الامريكية للمواطن الفقير اللي عايش بامريكا، واريد اسوي مقارنة بسيطة ويا الاشياء اللي توفرها الحكومة العراقية للفقير. طبعا اني دا اقصد الفقير بهاي الحالة، المواطن اللي هو الراتب ماله على قده او العمالة او المواطن اللي هو يشتغل باقل راتب ممكن هنا. فخليكم وياي لان هاي المقارنة كلش مهمة. طبعاً هالمقارنة مو من فراغ، عندي هواي أصدقاء بالعراق، هواي رسائل شفت يشتكون إن هم يشتغلون ومدى يقدرون يوفرون الإيجار ومدى يقدرون يوفرون متطلبات الأغذية مالتهم اللي هو المسواق إحنا نسميه. يعني أكو ناس قالت الراتب يخلص من ربع الشهر، يعني تخيلوا واحد أسبوع داخل بداية الشهر وما عنده فلوس يجيب أكل لبيته وما عنده فلوس يتسوق. هاي كارثة، هاي كارثة بكل المقاييس. هذا الشيء ضد حقوق الإنسان، هذا الشيء ضد الإنسانية نفسها. يعني خلف الله على الخيرين اللي بالعراق وحطهم كلهم على رأس اللي دي يساعدون الناس الفقراء اللي مدى تلقى تجيب أكل لبيتها. أنا فيديو اليوم مسويه على مود أشوف الناس وأوعيها على الخدمات والأشياء اللي تقدمها الحكومة، الحكومات برا بشكل عام للمواطن الفقير، المواطن مثل ما نقول اللي هو الطبقة الكادحة اللي هو احنا. انا همنا من ضمنهم، انا يعتبر مواطن فقير. مواطن فقير بمعنى ان انا اشتغل وشغلي على قد الايجار، شغلي على قد قسط السيارة، شغلي على قد مثلا مسواق البيت. هذا هنا يعتبر المواطن الفقير. فاني اريد يعني اوصل رسالة بهذا الفيديو، بلكت عسى ولا على واحد من الحكومة يتفرج أو واحد مثلا مسؤول يشوف الأشياء اللي تقدمها الحكومة الأمريكية للمواطن. وعلما أني مو مواطن أمريكي بعدني، أني مجرد عندي جرين كارد، ولكن ما دام عايش أني على أرض هذا البلد لازم أخذ حقوقي مثل حقوق المواطن اللي عايش هنا. ثاني شغلة أريد أنوه عليها، أني مسوي هذا الفيديو لأن أني أحب بلدي. أني مدى أسوي هذا الفيديو كرها بالعراق أو مدى بالعكس، العراق بلد الحضارات، بلد الخير، بلد دجلة والفرات. أنا مسوي هذا الفيديو أريد أسوي شوكة بعين الفاسدين، أريد أشوف الناس هنا ماكو فساد إداري مثل اللي موجود عندنا، ولكن أكو خدمات بمئة ضعف من اللي موجودة عندنا. هذا هو هدف الفيديو فقط. فلا حد يتهمني أنه أنا أكره العراق، لا حد يتهمني أنه أنا تأمركت، لا، أنا ما أريد هاي الاتهامات كلها. أنا أريد مجرد الناس تتفرج على الفيديو وتشوف الفرق بين حكومتنا اللي احنا ننتخبها اللي مليئة بالفساد والحكومة اللي هنا والخدمات اللي تقدمها للمواطن الفقير. طبعا انا بهذا الفيديو ما رح احكي عن كل الشغلات اللي تقدمها الحكومة، لان لو احكي راد لفد 10 فيديوهات. رح احكي عن جزء واحد تساعد به الحكومة اللي هو المواد الغذائية. هنا كل مواطن قليل دخل يدخل ببرنامج اسمه قليلين الدخل. هذا البرنامج يقدم له هواي خدمات، من ضمنها هي شغلة اسمها الفود ستامب. الفود ستامب هاي شنو هو؟ كارت تعطيك اياه الحكومة ينزل عليه مبلغ كل شهر. مو انت مثلا تروح مثل التقاعد بالعراق وتلزم سرة على مود تستلم التقاعد وطق عليك عبوة مثل ما صارت ذاك المرة من طقوا على المتقاعدين الشياب. لا، انت هنا عندك بطاقة تستلمها وكل شهر ينزل بيها مبلغ، يعني مبلغ معين، ممكن 500 دولار، ممكن 400 دولار، على حسب افراد العائله وعلى حسب الدخل مال العائله. راح اخذكم وياي جوله بالسوبر ماركت اللي هو طبعا السوبر ماركتات اغلبها نقدر نقول ب 80% تتعامل وتقبل هاي البطاقه، وراح اشوفكم شلون اقدر اشتري بيها بكل سهوله، وراح اشوفكم المنتجات اللي بداخل السوبر ماركت شنو هي. يعني بكل بساطه بطاقه تعطيك اياها الحكومه ذات راتب قليل، ينزلوا لك بيها مبلغ كل شهر وتروح تشتري بيها اللي يعجبك. مو بس هذا الشيء راح اشوفكم اياه، راح اشوفكم هم من المحلات اللي تدعم المواطن الفقير. بس احب اقول شغله للي لان انا دا اشوف التعليقات، يعني قبل لا انزل الفيديو اعرف شنو التعليقات اللي راح تصير، اللي راح اقول المشايف واللي راح اقول ايش بيك متعجب وايش بيك مستغرب. انا يعني صار لي هنا عايش 3 سنوات وما متعجب من هذا الشيء. انا المتعجب منه شلون الشعب ساكت على هاي الحكومه اللي ما تقدم له اي خدمات. فرجاء اللي يريد يقول ايش بيك متعجب وايش بيك مو مصدق، لا، انا عايش هنا واعرف الوضع. انا مجرد اريد انقل الصوره
للناس اللي عايشة بالعراق وما تعرف ايش يصير بالدول البرة. اريدها تقارن بين الظلم اللي قاعدة تتعرض له بالعراق من قبل الحكومة وبين الرفاهية او الخدمات اللي قاعدة تتقدم للناس الفقيرة اللي هنا. هسه وصلت للسوبر ماركت اللي راح اطب واشتري منه بهاي البطاقة مال الدولة. بس انا اريد اوجه رسالة اللي يقولون اللي يستلمون مساعدات مذلولين واللي يستلمون مساعدات بدون كرامة واللي يستلمون. راح اطب اشوفكم واحد عنده كارت بجيبه يطب ياخذ اللي يريده ويحاسب ويطلع. يعني انا اريد اسال اللي يقول اللي يستلم مساعدات ما عنده كرامة واللي يستلم مساعدات بالذلة بالغربة، الذلة ان انت تطب تشتري اللي عجبك واللي تريده من المحل وذلة تروح توقف سرة اش طول اش عرضه وتنفجر عليك مفخخة، لو يتسلى بالراتب مالتك، لو الاشياء اللي شفناها هواية تصير. اريده هو هذا اللي يقول الغربة ذلة او الغربة يذلون من ينطوك مساعدات يجاوبني على هذا السؤال. الطب تشتري براحتك واللي عجبك بكارت انت حاطه بجيبك من اي سوبر ماركت، لو تروح وتلزم سرة، لو ينباقي الراتب مالتك، لو تنفجر عليك عبوة وتنكتل. خليكم وياي. طبيت هسه السوبر ماركت، طبعا هو السوبر ماركت هذا كلش ضخم، هنا موجود في كل الشغلات اللي يحتاجها البيت، يعني سوبر ماركت متكامل وبالولايه مالتنا منتشر كلش هوايه. فراح اطب هسه اشوفكم اخذ اي شيء يعجبني من مواد غذائيه احاسب عليه واطلع. مثلا انا هسه عجبتني هاي النستله راح اخذها راح احاسب عليها. اكو هنا اماكن ان انت تحاسب بوحدك بدون ما ان انت يعني واحد يحاسب لك كاشير، لا انت تحاسب بوحدك. هاي الماكينه تاخذها وتطلع. خل اشوفكم هاي النستله، هذا الكود مالتها تحطه على الجهاز هيجي. Welcome valued customer 99 cents. Place item in bag or cart, then scan next item. If you have your shopper's card, scan it now. 99 cents. Place item in bag or cart, then scan next item. Scan alternate ID or touch no thanks. شو حطت هالبطاقة؟ تقول إنه أنت عندك بالبطاقة فود. تحط الرقم السري مالتك. Remember to take your receipt. Thank you. حطيتها بالكيس الغراض اللي انت اشتريته وطلعت. انا اشتريت هاي النستلاية كمثال، انما انت تقدر تاخذ اللي تريده تحاسب عليه بالبطاقة مال الدولة وتطلع. الموضوع كلش بسيط، لا يلزمك بحصة تموينية تمن منتهي صلاحيته مثل اللي موجود عندنا او خربان او شكر مليان نمل او شاي اللي هو خشب مو شاي. ما يلزمك باي شيء، انت تاخذ اللي تريده اللي محتاجه بكيفك وتطلع. مثل ما شوفتكم السوبر ماركت وطريقه الشراء السهله اللي بيه اللي تتيح لك انت ايش ما يعجبك تشتري، ما تربطك بمنتجات معينه. هسه راح اشوفكم شيء اقوى منه بعد، مثل ما قلت لكم يدعم المواطن الفقير. هذا المحل هسه اللي راح ادخل بيه اني هذا يبيع كل شيء بدولار واحد، بمعنى انه انت تطب شكو شيء بالمحل تباوع عليه تريد تشتري سعره دولار واحد او اقل. الغريب بهذا المكان كل شيء يبيع، من الماكولات، المشروبات، غراض التنظيف، يعني شامل شامل شامل، سوبر ماركت كامل، بس كل منتج بيه بدولار واحد او اقل. خل اطببكم جوا واشوفكم شنو الموجود بهذا المحل. هذا قسم هنا يبدي غلاصات ومعدات مال المطبخ، سلات، هاي كلها سعرها دولار واحد او اقل. هاي الشغلات اللي هنا هذا منظفات هنا، هذا القسم اللي ورا مال المأكولات معلبات. هذا أهم هنا أذكركم مرة الأخ كل سعرة دولار واحد أو أقل المنتجات اللي موجودة هنا. هاي ثلاجات، هذا طبعا أهم هنا يقبل كاتب يقبل الفود ستامب، يقبل ال ما هاي الكارت مال الحكومة اللي يعطونها. شفتم قبل شوية هذا المي هنا، هذا الشاي أخضر كاتبين أشباس، كل اللي يحتاجه البيت، كل اللي يحتاجه البيت بهذا المحل. يعني دعم مو طبيعي للمواطن الفقير. حتى هاي اكو منتجات مال حمام، صابونات، ليف، هنا شموع. تحير ايش تلقى بهذا المكان؟ يعني اذا انت مثلا عندك
$20 جاي تريد تسوق بيها تاخذ بيها اغراض بيتك، فانت ممكن تاخذ 20 شغله من هنا وتطلع. هذا طبعا هاي قرطاسيه الالعاب، حتى اكو العاب ما جهال هوايه. هاي كاتبين بارتي سفر، اذا عندك عيد ميلاد وكذا الاشياء البلاستيكيه الخواشيق، هاي الصوابين، هاي الشامبوات، هاي مستلزمات الاطفال، يعني محل كامل متكامل. هاي من هنا عطور جواريب كل شيء اكو، مشوطه، حتى ادويه اكو، خافض حراره، صداع، مال الم، فيكس، مال هذا التشنجات، كل شيء اكو. يعني المحل كلش كبير، مو مثلا شغله او شغلتين. يعني المواطن الفقير يقدر يعيش هنا باي شيء، ومو مثلا طالب او مثلا متداين، لا، يقدر يشتغل يتعب ويجي ياخذ اللي يريد. هاي ثلاجات همينا مال الاكل، شوفكم يا اخي، نشوف والله شكو موجود جوا. هاي مو انه بس شغلات خفيفه، هاي خضروات، هذا دجاج يتقلى، هاي اصابع تشيز ستيكس، هذا همبرجر. يعني مو انه شغلات صغيره كذا، لا، كل شيء تقدر من هنا تاكل وتتسوق وتعيش. إذا واحد من هنا الشاب عازي بأي شيء بحده، شيء يعني بفوق العقل صراحة. وين أكو هيك محل أرد أشوفه بأي دولة عربية يبيع كل هالمنتجات؟ الشغلة الوحدة بدولار، دولار يعني 1.25 دينار عراقي الشغلة الوحدة. راح أسوي لكم فتح حسبة بسيطة. إذا هنا المواطن يشتغل ساعته 10 دولارات اللي هي المينيمم ويج، اللي هو أقل شيء يندفع هنا لأي واحد يشتغل، فإذا اشتغل 8 ساعات باليوم بمعنى $80، يعني هو يقدر يوميا يتسوق لبيته مسواق كامل. هذا الشيء ما يصير بالعراق لو نوذن انه العامل او العمالة او المواطن الفقير يقدر يتسوق لبيته يوميا مسواق كامل، مستحيل هذا الشيء. ليش ما احنا المستثمرين اللي عندنا، ليش ما اصحاب الاموال يفتحون هيك محلات تدعم المواطن الفقير ويربحون هوايه همينه من وراها؟ يعني انتوا هذا المحل لا تتوقعون جمعيه خيريه، هذا المحل همينه يسوي ارباح مهوله، لان ياخذ بالجمله يبيع الشغل، يعني اكيد له ارباح هوايه، لو الا كان ما فتح وشغل هوايه عمال وانتشر بكل ولايات امريكا. يعني انا اتمنى اصحاب الاموال يبادرون بهيك مبادره يربحون منها ويدعمون المواطن الفقير. طبعا بنهاية هذا الفيديو اتمنى اللي سويته انا واللي شوفتكم اياه بالفيديو يوصل الواحد من الحكومة ويشوفه ويستحي على دمه شوية ويصعدها للأعلى منه. طبعا هذا الشيء احنا مثل ما نقول ما يؤوس من عنده، بس احنا دائما نحاول نشوف الأشياء الإيجابية اللي موجودة برا، بلكتب يوم من الأيام تنتقل وتصير بلدنا واحنا نستفاد منها، لأن احنا شعب خيرات هواية، شعب مثقف، شعب متعلم، وعندنا بالقع مالتنا خيرات لا تعد ولا تحصى. هنا يعني ممكن نص الخيرات اللي موجودة عندنا موجودة هنا، إذا هم ما عندهم نفس النفط ونفس الأشياء الهواية اللي احنا موجودة عندنا بالأرض الخصبة مالتنا. إذا عجبكم فيديو اليوم دوسوا لايك، سووا سبسكرايب للقناة وشير للفيديو، عسى ولعل ان الحكومة مالتنا تستحي على دمها بيوم من الايام وتنقل لنا الحداثة والتطور. وطبعا انتظروني بالفلوق الجاي.